السلام عليكم. دائما نستناو لي بارتيسيپون باش نبداو اللايف و سي بوسيبل فو بارطاجي باش ما يروحناش السينيال، لان اشاك فوا نديرو لايف يبداو يسينياليو فينا باش ما يوصلش كلامنا للناس اللي راهي قنعه بالتغيير هنا في الجزائر. دونك فو بارطاجي لو لايف سي بوسيبل باش ما ينقطعش ونكملو في الحوار وفي إيجاد حلول للبلاد، وهذا هو المراد من النظام نتاعنا، هو إيجاد حلول إيجابية للجزائر. دونك كاين دو بارتيسيپون، اون بو كومونسي لو لايف. قبل ما نبدا ندخلوا في النقاش، كاين سؤال برك واحد بزاف طلبوا مني الرأي نتاعي في غياب الرئيس تبون، فدير حابين يعرفوا رأيي في غياب نتاع الرئيس تبون واش راه صاير. كنت درت في حساب نتاعي وقلت اون ابسونس دون دي فري انفورماسيون لو بوبل سبيكول لانفورماسيون، في غياب المعلومه الصحيحه الشعب عنده الحق باش يتكهن باش يدير مضاربه في المعلومات، لان ما عندوش معلومات حقيقيه. دونك وانا كسياسي ما نقدرش نمد او نتكلم على غياب الرئيس او نمد امور، لاني تروح المصداقيه نتاعي في غياب الانفورماسيون. ونعرف النظام هذا من 62 وهو يعني يحكم بالدعايه بالكذب، يمدوا ارقام حتى في الاقتصاد، يمدوا ارقام في التسيير، يمدوا ارقام. نعرفوا الطريقه نتاعو. دونك اون ابسونس de l'information, de la vraie information, le peuple, الشعب, spécule l'information. كما يقولوا في غياب معلومة الجزائري، كما قلت الجزائري من 62 من الاستقلال أو حتى يعني من يبدأ الحكم هنا الجزائر في الجزائر، الشعب الجزائري ما عندوش حق للمعلومة، وهذا هو النضال نتاعنا. هذه من الأسباب اللي رانا ننظروا عليها، ستادير كو يولي الشعب لو دروا الانفورماسيون، لازم الشعب يولي يعرف الأخبار نتاع بلادو، يعرف الصفقات كيفاش راهي تصير، يعرف واش راه صاير، يعرف حتى أخبار نتاع الرئيس نتاعو. يعني كارثة، يعني الرئيس في عنده غياب تاع شهر، يعني ما عندناش معلومه صحيحه واش راه صاير، يعني واش صاير. دونك الشعب يتكهن وفيها مضاربه في المعلومات، وانا ما نقدرش نمد معلومه خاطئه لان ندير السياسه. دونك جو بو با دوني اون انفورماسيون سور لابسونس دو بريزيدون، مالوغوزمون كيما قلت جو بو با سبيكولي لانفورماسيون باسكو جو في دو لا بوليتيك، مي لو بوبل ا لو دروا دو سبيكولي، ا لو دروا دو دير دي انفورماسيون فوس باسكو اون ابسونس دي انفورماسيون جوست اللي هو سياسة النظام هذا من 62، والشعب الجزائري ما عندوش حق باش يعرف المعلومة، ما عندوش حق باش يعرف كيفاش راهي يسير البلاد، وما يعرفش واش كون راهي يصير. جو بروفيت لوكازيون حتى مام يعني غياب الرئيس ما رايحش يعني يأثر على تسير البلاد كيما يحبو هما، سيتادير باش نفهم الناس لو بوفوار اون الجيري هنا من 62 هو حكم جماعة، يعني جماعة يعني حتى غياب الرئيس ما راحش يأثر على استمرار النظام هذا. نعرفوا باللي من 62 هما نظام جمعوي، نظام يعني عائلي، نظام كما قلت ما راحش يعني رئيس يحكم وحده أو عنده برنامج نتاعو يسيرو. نعرفوا كيفاش مسات البلاد، سيتان بوفوار كوليكتيف دي جروب دو بريسيون، جماعات ضغط، جماعات عندها بوا في السلطه. دونك حتى غياب الرئيس تبون ما يكونش عنده تاثير في استمراريه نتاع النظام هذا. دونك اذا كان دي كيسيون جو ريبون، بارطاجيو ويا جماعه باش ما يروحناش اللايف لان السينيال بزاف. دونك تكلمت ودرت منشور ثاني وقلت باللي كوفيد 19 سي اون افير ديتا، قلت باللي فيروس كورونا هو قضيه الدوله، والناس يعني ماهيش فاهمه واش حبيت تقول. يعني قضيه ما راهيش كما يقولوا صغيره او يعني جهويه، ولا سي اون كيسيون
ديكزيستونس دو لالجيري، يعني قضيه وجود الشعب الجزائري بالفيروس هذا اللي تكلمت عليه، مفتعل من قوى خارجيه او من قوى اللي راهي حابه تغير العالم، ولكن بما يسمى العالم الجديد، هو سيطره جماعه نتاع المرافيه نتاع اللي حاكمين الاقتصاد على الشعوب وعلى البلدان. هذا هو التقسيم الجديد. دونك من هذا، وكنت قلت في عده فيديوهات نتاعي بلي رايحين في المستقبل نشوفوا حروب، يفتعلوا الحروب، يفتعلوا الفيروسات، يفتعلوا لها. هذا لان كاين مخطط عالمي من جماعه اللي راهم يخططوا للعالم الجديد، هو سيطره تاع جماعه على الشعوب، واستدير هما اللي قرروا كيفاش تمشي الشعوب، هما اللي قرروا كيفاش تاكل الشعوب، هما اللي قرروا المصير نتاع الشعوب هذه. دونك قضيه وجود، دونك قلت سي اون افير ديتا، الكورونا فيروس او كوفيد 19 سي اون افير ديتا، يلفو كو الشعب الجزائري برو اون شارج لويمام هذا المشكل نتاع الكوفيد، لان في غياب نظام فاشل ما راش قادر يعني يستوعب، ما راش قادر يمد حلول للكوفيد، راه يلقى الا الحلول السياسيه والامنيه باش يستمر في الحكم على الشعب الجزائري، باش ينظم روحه، باش يعني كما قلت يقدر يتصدى لهذا الفيروس ويكونوا فيروسات وحدنا اللي يعني لازم نتعلموا في المستقبل كيفاش نتصداو للمشاكل اللي راح تجينا من الخارج. وتكلمنا والسياسيين تكلموا باللي يعني لو موند شونج، لو موند اللي هي ان نوفو اوردر مونديال ديتوني بار دي فورس اوكولت، بار دي فورس كي فول يعني كما نقولوا عالم جديد، حابين يسيطروا على اقتصاد البلدان، حابين يمشوا الشعوب كما يحبوا. دونك سي او بوبل الجزائريان دو بروند اون شارج هذا الوباء في غياب لابسونس توتال دو بوفوار كي بو با وما قدرش برون اون شارج. كما قلت البارح باللي المستشفيات او المنظومه الصحيه تاعنا ديفايونت، ما عندناش بنيه تحتيه، وهذا لو ريزولتا تاع العصابه واش دارت في البلاد. وتكلمنا ومازلنا نتكلموا واش داروا في البلاد، او بان العيب، ما كاين لا اقتصاد، ما كاين لا بنيه تحتيه، ما كاين لا مستشفيات، ما كاين لا وزينات، دي فوز يوزين، دي فوز اوبيتو، دي فوز قرايات، كل حاجه فو فو فو، لان العصابه كان همها هو نهب اموال الشعب، نهب اموال الدوله الجزائريه، نهب اموال الخزينه الجزائريه. هذا هو الهدف نتاع العصابه. وهنا شفنا لو ريزولتا، وبداو يبانوا في لو ريزولتا، ومنها لا بريزون شارج دي مالاد كما نقولوا اتان دو كورونا دو كوفيد 19. رانا نتبعوا في التواصل الاجتماعي نتاع شهادات نتاع الناس، حتى نتاع مسؤولين نتاع المستشفيات، يعني كارثه كارثه كارثه، ما كاين والو في البلاد. دونك سي اون افير ديتا، وليتا هي الشعب، سي اون افير تاع الشعب. الفوك الشعب ينظم روحه، الفوك الشعب يسمع للناس اللي راهي تنصح بالارشادات نتاع محاربه الكوفيد 19. الفو يا جماعه لا سوليداريتي، لا سوليداريتي، لا سوليداريتي. حان الوقت باش نتحدوا، باش ننساو الخلافات، باش ننساو المصالح الشخصيه نتاعنا، لان الامر يتعلق بالجميع. لا سوليداريتي، تروفي دي سوليسيون، سويف لي كونسين نتاع لا بروتيكسيون دو كوفيد 19. نتعاونوا، لان كما قلت النظام ما رايحش يعني يستكفل بالشعب، ورانا نشوفوا il trouve des solutions politiques, il trouve des solutions sécuritaires pour كما نقولوا لا كونتينيتي. بارطاجيو بارتيسيبيو باسكو سينيال. دونك حابين ما خلوناش نكملوا لايف، الفو بارتيسيبي. كما قلت يا جماعه، ما تتكلوش على النظام، النظام راه يلقى في حلول سياسيه، حلول امنيه باش يستمر ويستغل الكوفيد. ورانا شفنا كيفاش يعني يمدوا تعليمات، يعني ما عندها حتى منطق، يعني قبل الدستور نقصوا على الارقام اللي راهم يمدوهم في وسائل العار نتاع العدد نتاع المصابين او العدد تاع الوفيات، يعني ما تتنافى او ما تتطابقش مع لا رياليتي او الاخبار اللي راهم يجونا في الواقع من المستشفيات. الامر راه كارثي
كارثي. لازم الشعب يتكل على نفسه، لازم يتنظم روحه، لازم تكون الوحدة، لا سوليداريتي، لازم التعاون بين الشعب باش نتفاداو المساكر. يعني رايحين يعني الكارثة، لو كان نبقاو هكذا رايحين نضيعوا أصحابنا، رايحين نضيعوا العائلات نتاعنا، رايحين يكونوا مشاكل نفسية في الشعوب، في الشعب الجزائري. يعني ماشي سهلة الأمور. دونك يلفو كيما نقولوا لازم الشعب الجزائري يتكل على نفسه. يلفو كريي دي كوميتي دو كارتي، يلفو ريسونسي لي بوفر، يلفو ايدي دي جون. الناس اللي تبردي خدمه تاعهم لازم نعاونوهم، الناس اللي ما عندهاش ماكله لازم نوصلوهم. يلفو ريسبكتي لي كونسين دو لوت كونت سي فيروس، لان الامر ما راهش سهل يا جماعه، الامر ما راهش سهل. يلفو كو لو بوبل برون اون شارج المرض هذا. il faut pas compter sur le pouvoir قلت يتلوف دي سوليسيون بوليتيك دي فورسون سيكوريتير pour sa survie pour la continuité نتاع لي ميديوكر تاعهم. دونك راهم يعني قدم 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 بزاف، نظام قديم مازالهم يعني يلقاو في الوسائل باش يستمروا في الحكم ويمدوا يعني يستغلوا الوباء هذا باش يعني يكملوا في الاخر. دونك سي اون افير داتا، سي اون افير تاع الشعب. لازم الشعب ينظم روحه، لازم لا سوليداريتي، لا سوليداريتي، لا سوليداريتي. لازم ننساو المصالح الشخصيه، لازم حتى لو راح التجار ما يخدموش، يبروفيتيو لوكازيون باش يخبيو سميد ولا يخبيو هكذا، ولا اللي عنده زوج بافيطات يمد بافيطا لصاحبه، اللي عنده جارو حبس الخدمه لازم يعاونو. سي اون كيسيون ديكزيستونس يا جماعه، قضيه وجود. باسكو راهي كارثه، راهي كارثه حسب الاخبار اللي جينا، راهي جينا من 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 القطر الجزائري. الامر راه يعني انسيبورتابل، لا سيتياسيون اي دونجوروز. دونك كيما قلت لازم نتكلوا على روحنا، لازم نتعلموا كيفاش نتصداو للفيروسات، لان رايحين فيروسات، رايحين يجوا حروب. هذه المافيا العالميه، هذه هذا لو لوبي اللي تري دونجورو، سي دي بسيكوبات. ناس دارت دراهم كيما بيل جيت ولي روشار ومنا، يعني دخلوا في الهبال، دخلوا في واحد التخمام باللي 7 ملاير الارض ما تحملهمش، لازم نقصوا من الشعب نخلوا غير 3 ملاير. راهم يديروا في الفيروسات، وراهم يحبوا كيما قلت يقتلوا الاقتصاد تاع البلدان الصغيره باش هما يحكموا الاقتصاد نتاعو. يعني فيها هضره وتكلمنا، والناس راهي تتكلم الغرض من هذا الفيروس المفتعل. سي بريميديتي سو فيروس ايتي بريميديتي بار دي فورس اللي راهم يخططوا للعالم الجديد، هو لو كونترول دو موند، لو كونترول دي بوبولاسيون، لو كونترول دي ايكونومي نتاع البلدان. هما اللي مات، والشعوب تولي عبيد، تولي روبوتيزي، يقولوا كي دي روبو هما اللي وكلونا، هما يقولوا لنا المود دو في تاعنا، هما اللي يديروا لنا الدين اللي يحبوه هما. يعني يسانجير دون لا في نتاعنا نتاع الشعوب. ميديت كارتي نحسوا الناس، فهموا الناس اللي ما عندوش الدواء نشروا له، فهموا كيفاش نتصداو لهذا الفيروس ويكونوا فيروسات واحد اخرين. دونك اون فا سابيتيي ا افرونتي لي بروبليم فيتور او لي كريز فيتور، كيما قلت مانيبيلي بار دي فورس اوكولت او بار دي فورس كي فول كيما نقولوا كونترولي لو موند. هذا هو واش حبيت نقول. الى كاين دي كيسيون جو ريبون. ترو دو سينيال الفو بارطاجي باش ما يروحناش اللايف. تجمعات الافلان واراندي سبب انتشار الوباء. وي تكلمت على هذا، يعني تكلمت على الاخر، يعني ما كاينش حلول. النظام هذا ما لقاش حلول، ما عندوش حلول، وما راحش يمد حلول. ما راهمش حلولهم، حبوا يعقبوا الدستور، خباوا الارقام الصحيحه، وكان ياكل فينا الكوفيد، وكنا تكلمنا والحاله راهي الشعب راه يمرض، وهما راهم يجتمعوا في الاجتماعات نتاع الافلان والراندو، ونعرفوا اجتماعات هذو، واحد يجي باتنا، واحد يجي مهران ومنا، وانتشرت الامور. ومن بعد مور الدستور طلعوا الرقم، وماشي هذا هو الرقم الحقيقي. الرقم الحقيقي راه بالالاف، بالالاف. ماشي انا اللي قلت، دي بروفيسور دي زوبيتو، دي ديريكتور تاع لي زوبيتو راهم يمدوا دي تيمونياج. الحاله راهي كاتاستروف. سي بور سا كو قلت ما تكلوش على النظام، تكلوا على روحكم. تكلوا ميم النظام، اي نابا لي مويان، اي نابا لي مويان، ستادير اي نابا لي مويان. الايكونومي تاعنا منهاره، الدراهم ما كش. دونك اي بو با بروند اون شارج كما قلت هذا الفيروس. طبعا
دونك سمحوا لي قلت ستادير دونك ما نلقاوش كما نقولوا نتبعوا افلان راندو هما اللي داروا خلاص مفهوم الامر مفهوم الامر نظام هذا سي كوفيد ويلقاو غير الحلول من 62 ما يروحوش للحلول الصحيحه ما يروحوش للبروبليم لو فري بروبليم ويريغليوه دائما يجتمعوا من الامن ويمدوا دي ريزولتا سيكوريتير دي ريزولتا بوليتيك بور لا كونتينيتي نتاعهم حتى رانا نشوفوا يعني لو مومون دي بروفيسور دي انفيرمي شيوخ تاع ليكون دي بسيكولوج يتكلموا في الموضوع هذا حتى نشوفوا كيما نقولوا الامن هما اللي يمدوا دي ريزولتا هما اللي يمدوا كيفاش يحاربوا يعني نعرفوا باللي النظام هذا اي سو ريفير توجور ا لا سوليسيون سيكوريتير اي سو ريفير توجور ا لا سوليسيون بوليتيك pour la survie, il a utilisé le Covid, il a caché comme je dis, des informations sur la réalité du Covid هنا في الجزائر وكما قلت الجزائري ما عندوش حق في المعلومه وهذه من السياسه تاع النظام هو دائما يروح للدعايه يفوصي الارقام باش يعني يصبر الناس او باش يستغل الفرصه ويكملوا في النظام Il y a quelques questions, je réponds. Sinon, goûter de ma, لازم توحدو, لازم تعاونو, لازم كل واحد يدخل روحو في المرض هذا. ما بقاش واحد نجبد روحي. سي لانارشي, سي عدم وجود حلول لتصدي للفيروس هذا. من الأنانية وحب النفس وواحد مريض ويخرج يعدي وجما فوتيست والفوضى لا سو سوليسيون سي سو سورغانيزي الوحدة هذا هو الحل لازم تنظموا لازم تعاونوا بيناتنا اللي مريض يعزل روحه اللي ماشي قادر يشري الدواء نعاونوه احنا تكلمنا على الموضوع هذا باسكو تو موند دي كونسيرني والامر يخص الامه الجزائريه يا نبقاو يا نغبروا الامر ماشي سهل باش نتفاهموا مليح سي با لو سيزم كي تو سي با لو كوفيد كي تو سي لانارشي لا موفيز اورغانيزاسيون ليبوكريزي ليغويزم تاع الناس هو اللي يقتل باش نتفاهموا مليح والامر راه خطير رايحين نبرديو صحابنا رايحين نبرديو افراد عائله ونورا دوتر بروبليم سيكولوجيك يعني حد واحد يهبل رايحين مشاكل كبار لو كان ما نتنظموش ما نتحدوش ما نتبعوش ناس اللي عندها الحلول ناس مختصه في الامور هذه دونك لا ديسيبلين Pour lutter contre un problème, il faut être discipliné, il faut être organisé. C'est ça. Nous devons tailler le monde avec ya jemaha. Sinon, ne pas avoir de l'anarchie, nous rouhouk. كل يوم يموت واحد والماء اسد. واحد يبردي صاحبه يهبل. واحد يبردي واحد من العائله نتاعو يعني ما بقاتش معيشه. Donc, la situation est très grave. En absence totale du pouvoir en place qui cherche des solutions pour sa survie, le chef de Jazairi, il prend en charge ses problèmes lui-même.